مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مؤشر النيل. هذا البرنامج اللي بنستعرض فيه بالارقام وتحليل اداء مؤشرات البورصه المصريه. مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي AGX 30 بنسبة 2.1% من قيمته مسجلا 6321.39 نقطة، وخسر مؤشر أسهم الصغيرة والمتوسطة AGX 70 ما نسبته 97% مسجلا 358.08 نقطة. وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر AGX 100 الأوسع نطاقا ليخسر ما نسبته 1.79% من قيمته منهيا التعاملات عند 748.83 نقطة. امتدت التراجعات أيضا إلى مؤشر AGX 20 محدد الأوزان النسبية ليتراجع بنسبة 1.92% مسجلا 6,204.48 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 23.93%، تلا قطاع البنوك بنسبة 19.56%، جاء قطاع الخدمات المالية ثالثا بنسبة 18.32%، بينما حل قطاع الاتصالات رابعا بنسبة 13.93%. وبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على من نسبته 78.83% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه الأجانب نحو البيع أيضا واستحوذوا على ما نسبته 17.8% من التعاملات، واتجه المستثمرون العرب نحو الشراء وحصلوا على ما نسبته 4.9% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه عموم المستثمرين الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على ما نسبته 47.19% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات للبيع وحصلت على ما نسبته 52.8% من التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد اقتصرت على 3 أسهم فقط وبنسب ضعيفة جدا. تصدرها سهم سبق الدولية للأدوية والصناعات الكيميائية بنسبة 7.91%، تلا سهم المنصورة للدواجن بنسبة 7.79%، ثم سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 2.11%، وحل رابعا سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 2.1%. وعلى النقيض كانت الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم إسمنت بورتلاند ترى المصرية بنسبة 9.92%، ثم سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 9.73%، تلا سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 8%، ثم سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 7.57%. هذا وخسر رأس المال السوق لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه من قيمته منهيا التعاملات عند 413.4 مليار، بعد تداولات متوسطة زادت في مجملها قليلا عن 450 مليون جنيه، وهو معدل أقل بكثير من متوسطات التداول في أوقات الانتعاش الذي تقترب فيه من 1 مليار جنيه يوميا. لمزيد من التحليل اسمحوني نرحب اولا بالاستاذ مصطفى عادل خبير اسواق المال. استاذ مصطفى اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك استاذ مصطفى. اسمح لي نطلع للتقرير اليومي بتاع البورصه ونرجع نحلل الاداء. هوت المؤشرات الرئيسيه للبورصه المصريه لتسجل ادنى مستوياتها في عامين، متأثرة بالضغوط البيعية من قبل المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد المصريين، وسط مخاوف من تزايد التوترات الإقليمية بعد إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية، فضلا عن تأثر أداء السوق بالتداعيات النفسية السلبية لحادث العريش الإرهابي. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه من قيمته منهيا التعاملات عند 403 مليون جنيه، بعد تداولات متوسطة زادت في مجملها قليلا عن 450 مليون جنيه.
وهو معدل أقل بكثير من متوسطات التداولات في أوقات الانتعاش الذي تقترب فيه من مليار جنيه يوميا. مؤشر السوق الرئيسي جيك 30 هبط بنحو 2% ليسجل أدنى مستوى له في عامين، متأثرا بالضغوط البيعية على الأسهم الكبرى والقيادية المكونة للمؤشر. كما خسر مؤشر جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة قرابة 97% من قيمته، ملامسا أدنى مستوى له في تاريخه الذي سجله منتصف الأسبوع الماضي. المؤشر الأوسع نطاقا جي اكس 100 تأثر أيضا بموجة الهبوط العنيفة ليخسر قرابة 1.8% من قيمته، مسجلا أدنى مستوى له في 30 شهرا. وسطاء بالبورصة اعتبروا تراجع مؤشرات السوق بهذه الوتيرة أمرا طبيعيا ومتوقعا في ظل الأحداث السلبية المحيطة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي أو حتى الداخلي بعد قيام البنوك برفع أسعار الفائدة والارتفاع المتواصل للدولار بالسوق السوداء. كما أكد خبراء اقتصاديون أن هبوط السوق منطقي في الأحداث المحيطة التي تحرك المؤشرات، بداية من حادث العريش الإرهابي الذي أثر سلبا على المستثمرين الذين لم يفيقوا بعد من تداعيات حادثي الطائرة الروسية وأحداث باريس. وأضاف الخبراء أن السوق حاولت التماسك مع مرور الوقت وظهرت عمليات شراء على بعض الأسهم الكبرى والقيادية قلصت من خسائر المؤشرات، لكن إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية زاد من مخاوف المستثمرين من حدوث اضطرابات سياسية وعسكرية إقليمية، خاصة في حال إقدام روسيا بالرد عسكريا على تركيا العضو في حلف الناتو المناهض لروسيا. كما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام، ده كان تقرير سريع بيضعنا في تحليل البورصة اليوم وأداء المؤشرات. وأرحب مرة جديدة بالأستاذ مصطفى عادل خبير أسواق المال، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بك. طبعا يا يعني أستاذ مصطفى، حالة من الترقب في السوق بعد الأحداث السياسية اللي موجودة في المنطقة، يومين ورا بعض خسارة عدت 10.5 مليار جنيه. طبعا احنا عارفين ان هي خسارة ورقية بس برضو بتأثر على معنويات ونفسية المتعاملين داخل البورصة. تفسيرك لهذا التراجع القوي للسوق منذ بداية الجلسة لنهايته النهاردة؟ طبعا حلول النهاردة جلسة يعني بتيجي بعد انتهاء المرحلة الأولى من المرحلة الثانية، أو الجولة الأولى من المرحلة الأولى الثانية من الانتخابات. كان من المتوقع أن احنا بنتكلم على شبه تكون البرلمان المصري بعد فترة طويلة، كنا يعني بنتكلم عن الاستحقاق الثالث من الدستور أو من خريطة الطريق، ده اللي ممكن يكون ليه الأمل على فكرة أن البورصة المصرية ستنتعش وبالتالي الاقتصاد. ولكن أعتقد أن الصوت الأعلى النهاردة هو صوت اللي ما يحدث في المنطقة وما يحصل في مصر، هو مرتبط بشكل كبير بيحصل في المنطقة. النهاردة بنتكلم عن الحدث بتاع الطائرة الروسية اللي تم إسقاطها في تركيا، كان ليه أثر بالغ على مش بس السوق المصري، كل أسواق المنطقة. شفنا البترول عاود ارتفاع بقوة النهاردة، شفنا انخفاض واضح في مؤشرات الاسواق العالميه، وبالتالي مصر نتيجه ان احنا بنتكلم على اتجاه هبوطي بالضروره، كده كده احنا في اتجاه هبوطي، كده كده احنا بقالنا اكثر من 6 شهور البورصه المصريه بتعاني، يمكن على فترات كان السوق فيها بيطلع وبيرجع ينزل تاني، ولكن هو في النهايه البورصه بتعاني بقالها 6 شهور. ده نتيجه ان ما عندناش نقدر نقول رؤيه اقتصاديه محدده تقدر تقول انا هبني عليها ايه خلال الاشهر او السنوات القادمه. من ساعة المؤتمر الاقتصادي لحد النهاردة يمكن ده اللي سبب ارتباك في حالة السوق. عندنا مشاكل واضحة تماما زي مشكلة سعر الصرف، عندنا مشكلة زي موارد الدولة من العملة الصعبة، وعندنا خاصة بعد مشاكل السياحة وانخفاض ايرادات قناة السويس وخلافه، فعندنا جملة من المشكلات اللي بتقول ان احنا عندنا البورصة المصرية ستعاني خلال الفترة الحالية والمستقبل. ولكن الاحداث والتسارع الاحداث في المنطقة ده برضو هو بشكل عامل ضغط بشكل واضح على شكل التعاملات. النهارده جلسه النهارده اعتقد ان هي مش فارقه كتير عن امبارح، مش فارقه كتير عن جلسات الايام الماضيه، اللي هي فكره ان الهبوط هو العنوان الاول. بس احنا بشكل ما كنا ماشيين بشكل عرضي هبوطي، لكن النهارده كان الهبوط ربما الذعر زاد شويه بسبب حادثه الطائره. احنا عندنا مستهدف هبوطي، احنا كده كده السوق هينزل. السوق بينزل بوتيره ابطا لما ما بيبقاش في احداث سلبيه. لما بيبقى في احداث ايجابيه السوق يعني بيرتد بيتحرك بشكل عرض، ولكن في ظل احداث سلبيه زي كده السوق طبعا بياخد اتجاه عنيف. كده كده احنا كنا هننزل، كده كده السوق لم يتعافى بعد، لا توجد هناك من المحفزات الايجابيه ما تستدعي ان السوق يتحرك بشكل ايجابي.
فكر حضرتك بحاجه، احنا لما البورصه المصريه في عام او منتصف 2013 لحد نهايه 2014 او حتى تحديدا لحد الربع الاخير 2014 لحد منتصفه، كان السوق فيها بيصعد بشكل قوي جدا. صحيح. برغم ان مصر في الوقت ده كانت بتعاني من ازمات ارهابيه كبيره، كانت فيها مشاكل مع المحيط العربي، المحيط الاقليمي، كمحيط العالمي حتى، كان عندنا من المشكلات اكبر بكثير قوي من المشكلات الحاليه، ولكن كان السوق لان هو اتجاه صعودي فكان الاحداث السلبيه بيتاثر بيها بشكل وقتي سريع وبيرجع يعود يرد تاني. النهارده الوضع مختلف، احنا في اتجاه هبوطي صريح على الاجل الطويل عفوا على الاجل المتوسط والقصير. فبالتالي اي خبر ايجابي لن يتفاعل مع السوق بشكل قوي، واي خبر سلبي سيتفاعل مع السوق بشكل مبالغ. ده يمكن برضو شفناه في بعد المؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر اقتصادي بعد اكتشافات الغاز، حتى البورصه ما كانتش بتتهز للارتفاع في الاوقات اللي حتى في وقت اعلان الخبر الايجابي مع قناة السويس. ومع قناة هو السويس. الناس بتسأل هو ليه السوق ما بيستجيبش مع ان دي احداث اقتصادية مباشرة. البورصة لا تستجيب لان البورصة سبقت ده كله، البورصة استوعبت حفر قناة السويس مع الاعلان عنها مش مع افتتاحها من التسعة اشهر اللي قبليها. البورصة استوعبت تماما خبر او مؤتمر مارس قبل اعلانه، احنا تم الاعلان عنه قبلها بسنة تقريبا. البورصة النهاردة حتى مع اكتشافات الغاز، البورصة النهاردة تنتظر نتائج كل هذه المشروعات. فبالتالي الغاز يبقى مردوده بالعمله الصعبه، يعني عندنا مشكلتين هتحل، عمله صعبه وبالتالي ايضا مشكله الطاقه، لان احنا سيكون مصر نصيب منها ان هي تمد الطاقه. المشكلتين ده لما يتحلوا اقدر اقول لك ساعتها البورصه تستجيب لهذا الخبر. قناه السويس وايرادات قناه السويس في انخفاض نتيجه مش تقصير مننا، ولكن نتيجه ان معدلات التجاره العالميه في انخفاض نتيجه تباطؤ الاقتصادات العالميه، وده شيء واضح تماما. فبالتالي حصه مصر وازمه الصين طبعا اثرت أكيد بشكل طبعا. فبالتالي حصه مصر من التجاره العالميه هيتاثر لان هي بتاخد نسبه من السوق. بنتكلم ايضا على فكره ان المؤتمر الاقتصادي، احنا ما فيش حاجه لحد النهارده من المؤتمر الاقتصادي بدا دخل حيز التنفيذ بشكل اللي هو في استثمارات تم ضخها. فبالتالي البورصه المصريه مع الاعلانات عن هذه المشروعات تنتظر الان على ارض الواقع جني ونظره بالظبط اللي بيحصل على ارض الواقع. لا عندنا مشكله في السياحه، عندنا مشكله في مردود او النقد الاجنبي، عندنا ايضا انخفاض واضح في 16 وشويه الاحتياط النقدي، متوقع ان هي هتقل لان احنا عندنا ازمه زي ما اتفقنا في السياحه وفي ايرادات قناه السويس وفي تحويلات المصرف في الخارج. فكل هذه الامور على بعضها بتقول ان البورصه النهارده بتقول انا في انتظار تطبيق امر على ارض الواقع، غير كده ما اعتقدش هيبقى. طيب احنا بنشاهد جميع، ان مش هنقول اغلب، هو فعلا جميع الاسهم وصلت لقيعانها الدنيا، يعني حتى ما وصلناهاش في الازمه الماليه العالميه ما عدا يمكن سهم او اثنين اللي هم ذو الوزن الثقيل في اي جي اكس 30، هو اللي ساعات كنا بنشوف الفتره اللي فاتت بيرفع المؤشر وبينزله عشان وزنه تقيل، لكن فعليا باقي الاسهم في مش عايزين نقول في الارض تمام. يعني في قاعة لم يسبق لها ان طيب توصل لها. المستثمرين هيعملوا ايه وفي نفس الوقت هنفضل في الوضع ده ازاي؟ طيب انا قلت كتير وبكرر تاني، مقارنه مصر النهارده او اسعار الاسهم النهارده ب 2008 هي مقارنه باطله لا تصح اطلاقا. تمام. السهم الوحيد اللي هو بيتفاعل بشكل ايجابي هو سهم بنك التجاري الدولي، ده بيتفاعل بشكل ايجابي نتيجه سبب واحد جدا، البنك ده بيحقق نتائج اعمال هايله جدا. ليه بيحقق نتائج اعمال هايله؟ لان عندنا انكماش اقتصادي، فبالتالي كل الفلوس اللي بتروح له بتدخل له بيحولها لاذون وسندات، فبالتالي اذون وسندات مع ارتفاع اذون وسندات فبالتالي بياخد فوائد كبيره جدا، نسب عاليه جدا من المردود اللي بيسمع في الميزانيه عنده بدون مخاطر حقيقيه، لان هو ما بيديش كريدت ما بيديش قروض، فبالتالي يبقى في بعض المخاطر خلاص. فمساله ليه البنك ده محافظ على سعره دون بقيه الاسهم؟ لان هو هناك واضح نتائج اعماله. طب ليه بقى بقيه الاسهم بتنزل؟ احنا في 2008 لو نفتكر كان عندنا ازمه ماليه عالميه، مصر تاثرت بيها بشكل عامل ازاي؟ يعني تاثر طبيعي جدا، يمكن اقل من طبيعي، لان مصر البنوك غير منكشفه على العالم وقتها. رقم اثنين، الاقتصاد المصري ما كانش بقوه الاستثمار، بالعكس ده هناك من المستثمرين الاجانب اللي اهتموا في اقتصادات الدول الناشئه زي مصر لانها كانت غير منكشفه على الازمه. صحيح. فبالتالي 2008 لما كان حصل انخفاض شديد في اسعار الاسهم كانت لا تعبر عن الوضع الاقتصادي المصري، لا تعبر عن اقتصاديات تلك الشركات، والاقتصاد المصري كان في وضع يعني اكيد افضل بمراحل كتير. النهارده احنا بنتكلم على ان المشكله مش مشكله عالميه تتاثر بها مصر، هي مشكله مصريه ومشكله داخله خارجه من الاقتصاد المصري وخارجه من الوضع السياسي الاجتماعي المصري. فبالتالي نتائج اعمال الشركات تاثرت بشكل كبير،
عندنا مشكله في الطاقه، عندنا مشكله في الدولار، فبالتالي انتاجيه هذه الشركات المقيده سيتاثر. عندنا مصانع مقفوله بقى لها 4 سنين. عندنا بالظبط، عندنا تباطؤ في معدلات النمو، فعندنا مشكله مصريه، فبالتالي اسعار الاسهم تعبر عن الوضع الحالي. فهل فكره مقارنه غير صحيه وغير سليمه ومكحفه بشكل كبير وخطا علميا خطا يعني. عندنا النهارده مشكله واضحه في الاقتصاد المصري، عندنا مشكله في الوضع المصري بشكل عام، فبالتالي اسعار الاسهم بتعبر عن هذا الوضع. الاسعار في 2008 نزلت بشكل مبالغ فيه، لذلك ارتدت بشكل سريع، ما عدناش في الدوامه دي. طيب احنا شفنا حركه جريئه من البنك المركزي وبعض البنوك المصريه، طبعا اكيد مش هتتصرف بعيد عن البنك المركزي، عملت شهادات استثماريه بفايده اعلى من الفايده المعروضه من البنك المركزي ب 12.5 وصلت 13.5، كانت حركه جريئه لتقويه الجنيه قصاد الدولار. مع ذلك وبرضه البنك المركزي قام بحركه تثبيت لسعر الدولار بشكل ما، وفي العطاءات الرسميه بقى الدولار معروف هو بكام، يعني النهارده ب 7.73. رايك في الحركتين دول، هل ساعدت الاقتصاد ولا لا؟ لان في اختلاف طبعا على تمام. يعني بين تمام. الاقتصاديين اللي شايف دي لا واللي شايف دي يعني رقم واحد، الدولار مقابل الجنيه المصري سعر غير حقيقي رسمي، ده اللي في البنك، ده اللي هقدر احول عليه، ولكن هل يتم تحويلات فعليا من الدولار للجنيه او من الجنيه للدولار بهذا السعر ولا لا؟ وده المهم بالنسبه لنا. المركزي على تثبيت هذا السعر لمده طويله، هو ده المحك اللي احنا عايزين نتكلم فيه. هل هنقدر فعلا؟ ده يبقى شيء كويس، ولا هنرجع تاني لتحقيق سعر الصرف؟ ده من جهه. من جهه ثانيه، الشهادات اللي تم الاعلان عنها ب 12.5 هي نوعين من الشهادات. شهادات تم الاعلان عنها بملوك البنك المركزي، نعم، اللي بيطرحها بشكل اسبوعي بشكل دوري. الشهادات الف وب اللي بتم طرحها ب 12.5 دي شهادات بيعها اللي ب 12.5 بتذهب الى وزاره البنك الاستثمار القومي وليست الى البنوك اللي تم البنوك الوطنيه او البنوك القوميه. البنوك ديت هي دورها فقط تحصيل هذه الاموال، فبالتالي هي مجرد يعني ديستريبيوتور اللي هو بيوزع هذه الاموال وبيجمعها وبيروح يديها لمين؟ للاستثمار القومي اللي اصدر هذه الشهادات بناء على قرار منشور في الجريده الرسميه من وزيره. البنوك الاخرى تديني دولار هديله مقابله شهادات ب 13.5 13.5، ده امر مختلف لان هو البنك محتاج دولار، فبالتالي هو كسبان اصلا كده كده. البنك لما بيعرض 13 و13.5، مع ان ده بعيد عن سعر الفايده الرسمي، ما هو البنك كسبان حاجتين بقى، كسبان عمله صعبه متوقع صعودها بقى، او هيقدر يديها للعملاء بتوعه بسعر، او هيقوم بان هو مثلا هيدي اعتمادات للعملاء بتوعه، فهو بيوجد مصدر للدولار، فبالتالي من حقه انه يرفع حتى 13 13.5، ده لان هو مرتبط بعمله صعبه. اما البنوك القوميه فهي دايركت بتدخل البنك الاستثمار القومي. الفكره هنا في ايه؟ الفكره ان احنا عندنا عجز في الموازنه، الدوله بتقترض من البنوك بشكل اندايركت، يعني بتقترض مني ومنك بس عن طريق البنوك، انت بتحط فلوسك في البنك والبنك بيروح يسلف الحكومه فالنهارده بتحطها في مشاريع وبترجع لك في صوره. فاحنا عندنا عجز، والعجز ده واضح ان هو بيزيد. فتجربه قناه السويس 64 مليار تم جمعها، اللي احنا مولنا مشروعات، مشروع محدد بفايده عاليه كان وقتها برضه 12% كانت اعلى من السوق دايركت، ان انا باخدها من الاند يوزر من العميل مباشره. النهارده بيحصل نفس الموضوع ولكن بطريقه غير مباشره، فالفلوس دي في الاخر هتدخل استثمار قومي، بنك مركزي، ماليه، في الاخر هي داخله الدوله، موازنه الدوله، ولكن مش هتدخل في صوره عجز. هتدخل في صوره يعني مش لتمويل عجز الموازنه، ولكن هتدخل الفلوس دي هتدخل بنسبه اعلى لجذب شريحه كبيره من المتعاملين، والفلوس دي في الاخر هتدخل ولكن مش هتسجل انها عجز في الموازنه، ولكن هي فانت مش هترفع عجز الموازنه. رقم اثنين، ان احنا بالطريقه دي عملنا حاجتين، ما زودناش عجز الموازنه من جهه، من جهه اخرى حاربنا التضخم بشكل غير مباشر، لان في الاخر يعني انت برضه انت مع ان الفكره دي برضه نوع من انواع الادوات الماليه لحل بعض المشاكل الداخليه. لا انا ضدها عامه، بس يعني انا بشرح الفكره ولكن انا ضدها، لان في الاخر لما اتكلم 12.5 13% فمعنى كده بقول الاستثمار ما تخشش تستثمر. انا معايا مليون جنيه ليه احط يعني هكسب او اخسر؟ لا انا بالنسبه لي عليت الفلور، فبالتالي الحد الادنى من المخاطر
الحد الادنى من 12.5% اللي انا اخذها. الحد الادنى من الارباح الخاليه ومن المخاطر 12.5%، فلازم اكسب على الاقل 2-3% فوقيها. فانا محتاج مشروع كسبني على الاقل 17-18% عشان ادخل، فبالتالي ده انا حجمت الاستثمار. طيب يعني عموما استاذ مصطفى عادل، يعني ده كان تحليل سريع، ونتمنى يعني ان البورصه ما زلنا في الترند الهابط. يعني تحليلك سريعا بكره حركه خلاص، يعني انا احنا مش هنبعد كتير، احنا احنا في ترند هابط بس خلاص احنا بدانا بنشكل قاع في المنطقه ديت 200-300 نقطه تحت وفوق، هي دي المنطقه اللي هتحرك فيها الايام اللي جايه. السوق ما يقلقش وما يخوفش، يعني خلاص يعني نقدر نقول خدنا الضربه والسوق نزل. تمام استاذ مصطفى عادل، انا بشكر حضرتك على وجودك. اشكرك. مشاهدينا الكرام، دائما الشكر موصول لحضراتكم. مؤشر النيل يوميا مع اداء البورصه تحليل سريع وفعال لهذا المؤشر. الى اللقاء.